بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل المحاضرة 34 من محاضرات دورة دواد الإكسل. النهاردة هنتكلم عن دالة استبدال الأخطاء اللي هي ريف ايرور، وهي دالة سهلة ما فيهاش أي مشكلة. اللي بيحصل يا جماعة إن إحنا وإحنا شغالين مثلا مع الدوال أو مع المعادلات بيحصل خطأ، والخطأ دوت ممكن ما يكونش مقصود، يعني شكل الدالة صح لكن في حاجة بتحصل غلط، في بارامتر بيخش غلط، في قيمة بتتحط مكان قيمة، في قيمة وأنا ببحث عنها مش موجودة من أساسه. إزاي أعالج الكلام ده؟ بعالجها عن طريق الدالة اللي هي الإف ايرور. الإف ايرور بتاخد منك المعادلة، وبعد كده لو حصل أي خطأ في المعادلة ديت هي بتحاول تعالج الخطأ ده عن طريق قيمة أنت بتكتبها، يعني عندي الفاليو وعندي الفاليو في في ايرور، مش كده؟ بسيطة جدا جدا. لو انا عندي مثلا مثال زي كده، انا عندي مثلا مجموعة من القيم ومجموعة تانية من القيم، وقسمت مثلا كل قيمة على التانية، احيانا بيطلع مثلا في اسم على صفر فبيطلع لي خطأ زي كده. احيانا كمان مثلا وانا شغال على مثلا دالة بحث، وانا ببحث عن قيمة موجودة هنا فبيقول لي القيمة دي مش موجودة، تمام كده؟ طيب الدالة اف ايرور بتتدخل عشان تكتب لك نص يوضح لك ان في خطأ ما حصل، يعني مش كده؟ طيب تعال نخش جوه دلوقتي الاكسل. انا مجهز اكسل شيت بالشكل دوت، وفي الاكسل شيت دوت عشان تعرف على داله الاف ايرور بيقول لك اوجد قسمه القيمه 1 على القيمه 2 وعالج الاخطاء باستخدام داله الاف ايه الاف ايرور. تعال نحط المشروع بتاعنا في المكان دوت ونقول له يساوي. المعادله شكلها البسيط ان انا هقسم الرقم ده على الرقم ده واضغط انتر، يديني نتيجه القسمه. لحد دلوقتي مفيش مشاكل، لكن لو سحبت التعبئه التلقائيه ونزلت بيها لتحت بالشكل دوت هيطلع لك ان في قسمه على صفر، ديفيجن باي زيرو، اللي هو القسمه على ايه؟ على صفر. طب وبيديك هنا مربع اخضر وبيقول لك في ده الخطا اللي حصل. تعال نفتح كده، بيقول لك ان في خطا في القسمه لان في قسمه على كام؟ على صفر. ولو حبيت تشوف خطوات الحساب اللي بتتم بتضغط على اظهار خطوات الحساب اللي هي ديت، وبيطلع لك تقييم للصيغه بالشكل دوت، بيقول لك انت دلوقتي خدت 3 وقسمتها على الصفر، ولما جيت قيمت قال لك ان في خطا راجع اللي هو في قسمه ايه؟ على الصفر. تمام، فما ينفعش يبقى في قسمه على صفر بالشكل ده. طيب انا ممكن احل المعادله دي ازاي، او يعني اقول للمستخدم خلي بالك عشان في مشكله ازاي؟ عن طريق داله الاف ايرور. فبدل ما بكتب المعادله على طول مباشره باجي قبل المعادله وبكتب الداله اف ايرور اللي هي دي تاب، وبعد كده بقول له شوف المعادله، لو المعادله صحيحه مفيش مشكله، لو المعادله فيها خطا بتحط انت رساله الخطا فاصله من نقطه وتحط رساله الخطا. رساله الخطا عندي بتقول له مثلا ان هنا في القسمه حصل القسمه فيها مشكله، مثلا فيها مشكله. تمام، ممكن تكون القسمه على صفر، ده الخطأ اللي هو ايه حصل. واقفل علامة التنصيص واقفل القوس واضغط انتر. في البداية مش هيظهر حاجة، لكن لو انت سحبت التعبئة التلقائية بالشكل دوت هتبص تلاقي ان في الرسالة اللي انت كتبتها بدل الخطأ اللي كان طالع ده، فانت بفهم المستخدم ان في قسمة على صفر حصلت وان القسمة فيها ايه مشكلة. نفس الكلام هنا بيقول لك باستخدام دالة الفيلو كاب ابحث عن الدرجة إذا يعني علم أن يعني إذا عرفت الاسم، وعالج الأخطاء باستخدام دالة الإف إيرور. هنا مديني مثلا اسمه عبد الله وأنا عاوز أستخدم دالة الفيلو كاب علشان أبحث عن الدرجة بتاعته. تعالى كده نكبر دي شوية ونقول له يساوي وفي لوك أب. تمام، وبيقول لي ادور على القيمة، القيمة اللي انت عايز تدور عليها هي عبد الله. تمام كده، واروح حاطط فاصلة ونقطة. طب التيبل اريه بتاعك فين اللي هو ده كله على بعضيه؟ طيب فاصلة من نقطة كمان، الكولوم اندكس اللي هو عمود البحث احنا طبعا هنديله اسم وعاوزين يبحث عن مين؟ عن الدرجة، فالكولوم اندكس هيكون رقم 2. طيب ايه كمان؟ الفاصلة من نقطة، الرينج لوك اب اللي هو التطابق يكون تطابق ايه؟ تام. تمام كده، ما بقاش فيه تقريب يعني ليها، واضغط انتر. ملاحظين ان عبد الله مش موجود، فعشان كده بيقول لك ان يعني ناتج البحث عندك هنا مش مظبوط. طب تعالى نغير كده، احمد. لو ضغطنا انتر هتبص تلاقي احمد ب 59. طب لو كتبنا اي اسم تاني غير الموجودين في النطاق ده بيطلع لك الخطا اللي انت شفته، زي مثلا ما كتبنا احنا ايه؟ عبد الله. طيب نعالج الخطا ده ازاي؟ هنيجي برضو قبل داله الفي لوك اب دوت ونكتب اف سوري عربي،
هكتب اف ايرور، اف ايرور بهذا الشكل. طيب خد ده ليفل في لوك اب، ابحث عن القيم، اذا ما لقيتش القيمه طلع لي رساله بتقول ان القيمه غير موجوده، قيمه غير موجوده. طبعا انت حر في الرساله اللي تكتبها على حسب ما انت شايف في التعديلات. وهنقفل عن التنصيص ونقفل القوس ونضغط انتر. هو فعلا عبد الله ما لقوش، فقال لك القيمه غير موجوده، لكن لو كتبت اي اسم من الاسماء اللي موجوده هتشتغل معاك الداله بمنتهى البساطه وما فيهاش اي مشكله. دي مثلا خالد، وضغطت انتر هقولك ان خالد الدرجه بتاعته كام؟ 16. بكده نكون تعرفنا على الداله اف ايرور وازاي نستخدمها في معالجه الاخطاء. لكن السؤال اللي يطرح نفسه دلوقتي، ايه هي الاخطاء الموجوده؟ لو دخلت هنا كده بهذا الشكل ونزلت الاقي في جدول كده للاخطاء الموجوده، ان على ايريات معناها ان انت القيمه اللي هي طلعت ديت مش متاحه في البحث، زي ما احنا شفنا كده في عمليه البحث ديت ان في قيمه دخلتها زي عبد الله وهي مش موجوده في الاسماء، فطلعك ان هو مش لاقي القيمه دي ان اساسه. طيب لما يكون مثلا الخطا ده طلع في فاليو بهذا الشكل، بيقول لك ان القيمه في قيمه غير صحيحه كنص او ايه او رقم، يعني في نص اتحط مكان رقم او رقم اتحط مكان نص في المعادله، يعني المعادله كان المفروض تحط فيها رقم انت حطيت مكان اي نص او العكس. الريفرنس اللي هو ان في اشاره مرجعيه خاطئه، يعني انت عينت خليه بدل من خليه في الداله واصبح الداله شكلها مختلف او ريفرنس لخليه معينه مش موجود، فعشان كده بيطلع لك الريفرنس دوت. طيب ديفيجن باي زيرو اللي هو قسم على صفر، زي ما احنا شفنا لما يكون هاش نم معناه ان هو الرقم المدخل بالصيغه غير صحيح، يعني ما تشوف كده يعني تعرف ان مثلا في رقم دخل للمعادله بشكل غير صحيح، زي مثلا لما يكون مثلا في رقم سالب انت بتجيب له الجهاز التربيعي، ما فيش حاجه اسمها رقم جهاز التربيعي ده الرقم السالب. في عندك الهاش نيم ديت معناها ادخال قيم غير مفهومه بالنسبه لمين؟ للمعادله. يعني مثلا عينت عنصر مش موجود في المعادله، فبيقول لك ان الاسم دوت مش موجود، او اصلا اسم الداله نفسها مش موجود، خطا. نل معناها ان انت تركت مسافات، تركت ايه؟ مسافات او فواصل او نقاط داخل المعادله، مثلا زي معادله الجمع او زي المعادله التالت، فهو مش مطلع لك قيمه من اساسه. دي كل الاخطاء اللي انت ممكن ايه تحصل عليها اثناء العمل داخل الاكسل، الان ايه، الفاليو، الريفرنس، الديفيجن باي زيرو، الهاش نم، الهاش نيم، والهاش نل. بكده نكون خلصنا المحاضرة 34 من محاضرات دور الدوال الإكسل، وإن شاء الله نلتقي في محاضرة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.